كيف لكتاب أشعرك بأنك مسافرا معه عبر الأزمان، ففي كل حرف يسبقه حدثا، وفي كل كلمة تسبقه عمرا محددا، وذكريات تغضب على قلبك مرارا وتكرارا لتصل إلى نهاية وقوفك على حافة شعورك، وتعلن حنينك لماض أقلق فؤادك وماض أمتلك حواسك، ثم تضج في عمرك لفة الأيام الجميلة التي أصبحت مع مرور الوقت ذكريات لا تنسى. لفتتني عبارة تقول: شكرا للذين أحبونا وعلمونا العطاء وضحوا من أجلنا بالكثير بلا مقابل، شكرا للذين قاسمونا خصوصياتنا وكتموا أسرارنا وستروا عيوبنا بلا مقابل، شكرا للذين غفروا زلاتنا ومنحونا فرصا أخرى واحتفظوا بنا في محيطهم بلا مقابل، شكرا للذين غضوا أبصارهم عن فشلنا وصفقوا لمحاولاتنا وشجعونا بلا مقابل.